بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 14. وجوب الصلوات الخمس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الصادق الأمين نبينا محمد وآله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إن الصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وقد وضعت على أكمل وجوه العبادة وأحسنها. قد تضمنت هذه الصلاة كثيرا من أنواع العبادة، من ذكر الله وتلاوة كتابه وقيام بين يديه وركوع وسجود ودعاء وتسبيح وتكبير، وهي رأس العبادات البدنية، ولم تخل منها شريعة رسول من رسل الله، قد فرضها الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل ليلة المعراج في السماء بخلاف سائر الشرائع. دل ذلك على عظمتها وتأكد وجوبها ومكانتها عند الله. قد جاء في فضلها ووجوبها على الأعيان أحاديث كثيرة، فرضيتها معلومة من دين الإسلام، معلومة من دين الإسلام بالضرورة، ومن جحدها فقد ارتد عن الإسلام يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا بإجماع المسلمين. ومعنى الصلاة في اللغة الدعاء، قال الله تعالى: وصل عليهم أي ادع لهم. ومعناها في الشرع أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، سميت بذلك لاشتمالها على الدعاء. المصلي لا ينفك من دعاء وعبادة وثناء، ولذلك سميت صلاة. قد فرضت ليلة الإسراء قبل الهجرة خمس صلوات في اليوم والليلة بدخول أوقاتها على كل مسلم مكلف. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله. وقال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة. قال تعالى: وأقيموا الصلاة في مواضع كثيرة من كتابه الكريم. قال تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. قال سبحانه: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فمن أتى عليه وقتها وهو بالغ عاقل وجبت عليه إلا حائضا ونفسا، فلا تجب عليهما ولا يقضيانها إذا طهرتا إجماعا. ومن كان زائل العقل بنوم أو إغماء ونحوه وجب عليه القضاء حين يصحو. قال الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. رواه مسلم. ويلزم ولي الصغير أن يأمره بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، وإن كانت لا تجب عليه في هذه الحالة، لكن ليهتم بها ويتمرن عليها، وليكتب له ولوليه الأجر إذا صلى، لعموم قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. ولقوله صلى الله عليه وسلم لما رفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فيعلمه وليه الصلاة والطهارة لها. ويجب على ولي الصغير أن يضربه إذا تهاون بالصلاة وقد بلغ 10 سنين، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها بـ10، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم. ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضة في أوقات معينة، لا يجوز تأخيرها عنها إلا لمن يريد جمعها مع ما بعدها جمع تأخير، إذا كانت مما يجمع وكان ممن يباح لهم الجمع شرعا. وأما تأخير صلاة الليل إلى النهار، أو صلاة النهار إلى الليل، أو الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس،
فلا يجوز بحال من الأحوال، لا لجنابة ولا حدث ولا نجاسة ولا غير ذلك، بل يصليها في وقتها على حسب حاله. وبعض الجهال قد يكون في حالة علاج في المستشفى على سرير لا يستطيع النزول منه، أو لا يستطيع تغيير ثيابه التي فيها نجاسة، أو ليس عنده تراب يتيمم به، أو لا يجد من يناوله إياه، فيؤخر الصلاة عن وقتها ويقول أصليها فيما بعد إذا زال العذر. وهذا خطأ عظيم وجرم كبير وتضييع للصلاة، أوقعه فيه الجهل وعدم السؤال. فالواجب على مثل هذا أن يصلي في وقت الصلاة، صلي كل صلاة في وقتها على حسب حاله، وتجزيه صلاته في هذه الحالة ولو صلى بدون تيمم أو صلى بثياب نجسة، إذا كان هذا حد استطاعته ومقدوره. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، حتى ولو صلى إلى غير القبلة، إذا كان لا يستطيع استقبال القبلة فصلاته صحيحة. ومن ترك الصلاة تهاونا أو كسلا من غير جحد لوجوبها كفر على الصحيح من قولي العلماء، بل هو الصواب الذي تدل عليه الأدلة، كحديث بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. وينبغي الإشاعة عن تارك الصلاة بتركها ليفتضح حتى يصلي، ولا ينبغي السلام عليه ولا إجابة دعوته حتى يتوب ويقيم الصلاة، لأن الصلاة عمود الدين وهي الفارقة بين المسلم والكافر. فمهما عمل العبد من الأعمال فإنه لا ينفعه ما دام مضيعا للصلاة. نسأل الله العافية والسلامة والتوفيق. الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه، وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.